السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا الرحيبة ديال أغنام خاص أكاديم. كنتواجدو حدا تيرا أدرد، غادي نحاولو نصورو لكم الحوالة اللي غادي تكونو معنا خاص هذا الرحيب. اللي عليكم هو تبع هذا الفيديو من البداية التانية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. غادي نكتشفو لكم أثمنة ديال الحوالة. كما كتشوفوا الحوالة تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر للجميع، الله يوفق أي واحد. كما كتشوفوا، السلام عليكم، شحال دايرين هاد الحوالة ديالك؟ باش هادي ياك ما عول على خزي؟ لا لا، واخيرا شاف الكاميرا. ها هي خويا، ها هي شتي، ها هي شحال أثمنة هادو؟ دابا بحال هذا شحال داير هذاك تقريبا؟ ستين سبعين ولا مية تقريبا؟ 75 ياك، كاينين الحوالة 75 60 داكشي على حسب الكاليتي. على حسب الكاليتي كما كتشاهدوا، هاد الحوالة 75000. إذا نتمنى التوفيق، الله يسخر لك أخويا. غادي نحاولوا نديروا لكم نكتشفوا لكم مزيد. السلام عليكم، بخير أسيدي؟ شحال؟ 90000. ياك 90 و تبارك الله. كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في السويقه، هذه الرحيبه بحال السويقه، المهم اسواق. الا شفتي هذه الرحيبه ديال الاغنام بحال السوق ديال الحواله. شحال هادو سيدي الثمن ديالهم؟ الثمن بين 68 68 48. ولكن هذاك السيدي قال 90. 90 كاين الحوالة ديال 90 ياك؟ تماما. اذا كما كتشوفوا معنا الحواله في المستوى، اذا حاجه مليحه. دابا بحال هذا شحال داير هذا؟ بحال هذا شحال داير هذا؟ 52 ياك؟ 52 صعب. حنا الراي العام ياك. اشنو رايكم انتم في الحولي؟ اشنو رايكم؟ شريتوه؟ شريتوه؟ مازال ما شريتوه؟ مازال. اش بان لكم نسبه الثمن؟ الثمن مزيان ياك؟ اخويا ياك ماشي مشكل، واخا انا غنعيط واخا ندوزوكم ماشي مشكل. صورنا في الرمزي. شنو تقولوا لينا؟ خص هذوك الناس اللي دخلوا ديك البهيم ديال الصبليون والبرتغال والرومانيا يدخلوها للسوق باش ناوي يشريو، الناس يشريو شويه برطا. ياك هذا هو، هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لنا. زعما يدخلوا هذوك الحواله ديال اسبانيا، يدخلوهم للسوق، يدخلوهم باش الناس تشري بالرخا شويه. بالرخا شراهم رخاص، زائد دعمتهم الدوله 500 درهم الحولي. يعني خص الدوله تفرض عليهم انهم يدخلوهم للسوق باش الناس اللي يشريو بالرخا. تماما، ان شاء الله ان شاء الله. دابا قال كما قال لكم هذا السيد، اذا قال لكم بالنسبه للحواله غالي. نتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا ياك كما كتشوفوا ديما الحسنيه. الله يسخر لكم، الله يحفظك اخويا. اذا غادي نديروا لكم الجوله ديالنا خاص في السويقه، هذه الرحيبه الحواله تبارك الله، موجود الخير تبارك الله كما كتشوفوا. شحال اسيدي هادو؟ شحال تقريبا؟ 78 80 62000. اذا هادو هما الحواله ديال 62000. واش كاين عشرة مزيان؟ كتبيعو مزيان؟ تماما كما كتسمعوا، الشخص قال لكم كيبيعو مزيان. بالنسبة للحاولي يقدر يلقى واحد الحاولي هنا ديال 6000 درهم ولا ما كاينش؟ تماما 120 تبارك الله. إذا قليلة. دابا ما أفضل يشري فيه إنسان في هذا الرحيبة ولا يمشي للسوق ينزكان؟ ها المليح فين كاين؟ هنا كيجي مليح. هنا فاش كاين المليح؟ زعما السوق ينزكان ياك؟ تمام. هذه كتجيب يمشي هضنا. الله يسخر اخويا، الله يوفق خوك. اذا كما كتشوفوا معنا الحواله باقي دايرين الجوله ديالنا مع الحواله هنا، غادي نحاولوا نصوروا لكم المزيد ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا تبارك الله. شحال اسيدي هادو؟ لا لا ما سيدي هادو شحال داير؟ دابا بحال هذا شحال داير هذا؟ هذا كنقولوا 70. 70 دابا هذا الصغير، هذا الصغير شحال؟ هذاك 40 كنقولوا. 40 كما كتشوفوا هذا الحولي ديال 40 صغير تبارك الله. كما كتشوفوا هذا حولي ب 40000.
ديروا لنا التعليقات ديالكم شنو رايكم خاص في هذا الحولي الصغير ب 40,000. اذا الحواله كل واحد بالثمن ديالو. نتمنى ان شاء الله البارطاج ديالكم وديروا رايكم في التعليق شنو بان لكم في الحولي. واش بالنسبه هذا شحال؟ 50. الله يوفق مسيره موفقه. اش كديروا نتوما؟ كتبيعوا شي حاجه؟ كتبيعوا القنب. الله يسخر لكم. بعنا التقنب. جميله هو كيداك القضيه زوينه عندكم نتوما ولا حتى نتوما كتعانيوا؟ السلام على الله وصافي اخويا ياك. كتصور واحد شويه الفليسات؟ شي شويه. مع الاسف. الله يسهل عليكم. الحاله ضعيفه. الله يسهل عليكم. بيزلاف. بيزلاف ندير غير بيزلاف وغتلقاها. ها الجميلة. احمد بيزلاف. ها الجميلة فينا هو اللي كيجيب الخير. ها الجميلة اللي كيجيب الخير في الرحبة تاعها وتعطيها. هي الله يحفظك اخويا ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا الحواله في كل مكان. نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله بحول الله. ها هما الحواله. تبارك الله الخير موجود كما كتشوفوا الحواله. اللهم بارك الحواله في المستوى موجود الخير تبارك الله كل حاجه بثمنها. غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد. اذا الرحيبه هي هذه فيها كل شيء. فيها الحواله حاجه اللي بان لي هنا قليل هو المعزي. اذا المعزي ما كاينش. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى الاشتراك في القناه. شحال سيدي هذا الخير ديالك؟ ماشي مشكل واخا نسولوك ياك. هي ماشي مشكل. دابا شحال هذه الحواله؟ 76. 76 مركز كلشي كيقول 76. 70 76 60 سول بحال هذا ومشى. تبارك الله كما كتشوفوا هادو هي هادو ب 70 مزيان. واش هادشي سمين زعما شي خارج تقليبا واخا كيبانوا شويه هكا. ما شهر باش نبين. غير الديكور ديالهم داير هكاك. اما الشحمه كاينه. تبارك الله. قلنا كما كتشوفوا معنا الاخوان الحواله تبارك الله موجود الخير تبارك الله. هذو الحواله كل حولي بالثمن ديالو. اذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم مزيد ان شاء الله بحول الله. اثمنه ديال هذه الحواله تبارك الله. شحال هادو اسيدي؟ خرف هذا كرونوس تاع الله. شتي هذا؟ ان شاء الله راه غادي الله يحفظك. انت شريتي ولا ما شريتيش؟ اش نشري هنا؟ اش شي دجاجه شي بيبيه؟ شي فلوس؟ اش شي بيبيه؟ بيزلاف بيزلاف. اذا هذه هي الحولي ديال تيم التضيط ياك؟ الحولي تيم التضيط شحال داير هذا الخير تبارك الله؟ الخير كله في الثمن ديالها. كل حاجة في يعني الحاجة اللي مليحة راه في الثمن ديالها. الحاجة اللي ناقصة راه في الثمن ديالها. كما كتشوفوا الحوالة ديال تيم التضيف. شحال داير هذا؟ هذا 58. 58,000. ودابا تقريبا شحال ديال الكيلو كيوزن هذا؟ هذا يوزن حتى 60 كيلو هذا. 60 كيلو؟ تبارك الله كما كتشوفوا الحولي 60 كيلو. كيطيح اللحم ديالو 800 ولا 700 باش يطيح اللحم ديالو. دابا فين جبتي هاد الحواله؟ هاد الحواله كنجيبوهم من حد المنابه ومن جمعه السفر. وهي كتجي من هي من طوال الغرب ومن هذاك المناطق. هي مرقد ديالها هذا. ولكن حنا كنشرو من عندهم. من عندهم مزيان الله يسخر. كيجيبو وحنا كنشرو. الله يسخر. وين كنكسبوها؟ كاين الغلا. واش غدير الصبر؟ وين حنا كنكسبو؟ هاد الثمن اللي كاين كاين عام الاول. خليك هضر الخاوي عليه. انا بعت الحولي ب 56 58 وبعتو ب 60. ب 60 العام اللي فات. العام الاول هنا في هذه الرحبه. وهذا العام نفس الثمن. هذا نفس الثمن. دابا هذوك 56 وما بغاوش يعطوها لنا. 56. العام الاول بعت فيه ب 8 و شنو كيتسناو علاش ما يحطوك هذاك الثمن؟ الناس الله يحسن عوانهم. الناس الله يحسن عوانهم. الناس اللي كتقول لك انت تسخرني. الله يسخر. الناس اللي كتمشي على جهدها. الله يسخر لكم اخويا. الله يسخر لكم. اذا نرجعوا من جديد مكان جديد. اذا الحواله كما كتشوفوهم اللهم بارك. اذا اثمنه ديال هاد الحواله سيدي؟ اثمنه ديال هاد الحواله؟ الغلا كاين. غير الغلا خويا. شحال كاع تقريبا؟ شحال؟ 85. 85؟ اللي هما هضروا. الحواله غاليين ما هضروش على العلف كيشوف الناس كامل بلا سريه. دورة ناقصها العقل. الحواله اللي جاوا ينقصوا فيهم ما نقصوش العام كامل هما الناس كيشوف العلف. تماما كما كتشوفوا 85. إذا الغلا كاين باش نكونوا واقعين بعد الحواله. وبين
الغلا كاين تماما وبيزاد الغلا الغلا ما كايناش وبصير غالي دابا بالنسبه الى بقات العيد يومين ثلاث ايام غادي تزيدوا في الثمنه كما كتسمعوا هذا الشخص اللي انتاج ديال الحواله قال لكم ملي تبقى ثلاث ايام العيد راه ما غاديش تلقاوها ما افضل تشريو من دابا ونتمنى ان شاء الله يكون خير وحاليا كنتواجدوا حدا التيران ادرى ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق 40 اللي قالها يا سلام عيوني 40 اللي قالها قال 40000 ويجبد 40000 اللي قالها هي عادي عادي اخويا عادي نعشيت انا اخويا اذا كما كتشوفوا معنا ايها تماما كما كتشوفوا الحواله اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير اذا بعد الكسابه طلع عليهم الدم بعد الناس كنحاولوا دائما نمشيو على حساب النيفو ديال هاد الناس اذا كما كتشوفوا تبارك الله الحواله موجود الخير الله يسخر لهم الله يوفقهم ومسيره موفقه لجميع الناس اللي كيديروا انتاج ديال الحواله وكيبيعوا السلام عليكم خويا شحال دايرين هاد الثمن ديال هاد خويا كلشي عيد 50 80 اللي باش حاجه 50 60 80 اذا الحواله كل واحد بثمنه 50 60 70 اذا اثمنه عاديه جدا الله يسخر اخويا اذا كما كتشوفوا هاد السويقه اش نقول لكم سوق ولا سويقه ولا رحيبه انا غادي نقول سوق هذا سوق ولكن بعض الناس يقولوا الرحيبه خاص ديال ادرار الرحيبه ديال تيران ادرار اذا هاد الرحيبه اللي باغي يجي يشري الحاولي عند واحد السيده كتبات لنا في التعليق قالت لك صور لنا الرحيبه ديال حدا ادرار وجينا ليها وبعد الاسواق حتى هما غادي نمشيو لهم ان شاء الله بحول الله كما كتشوفوا تبارك الله موجود في الحواله شحال السيدي هادو الثمن كل واحد الثمن يا كاين 96 هنا تبارك الله حتى المليون بعد الناس يعانيو بعد الناس يقولوا الثمن غالي عليهم الكسابه والفلاحين باغين الربح باش نكون واقعي باغين الربح اذا نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه حاولنا صورنا لكم هذا الرحيبه ديال الاغنام خاص في اكادير اذا هذه البلاصه فاش كاينه هذه الرحيبه اذا الثمن شفتوه ابتداء من 40 50 60 70 80 حتى 120 اكتشفت واحد الحولي ب 120 اذا اثمنه رائع جدا الحاجه اللي غادي نقول لكم هو السوق اللي بغيتو نصوره خاص في النواحي ديال اكادير في اي مكان ان شاء الله بحول الله كتبوه لينا في التعليق وغادي نمشيو لكم لاسواق اللي بغيتو نكتشفوا فيهم الحواله اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير والمزيد ديال الفيديوهات ديال الحواله ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد تحية